السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن يونيت السباحي. السباحي تعتبر اليونيت التير فور في السيزون التركي، وعشان ما نضيعش وقت يلا بينا على الفيدرنسي 3. بص يا سيد الفاضل، انت هنا عندك 2 نودز مهمين جدا، هيدوك حوالي 20% دامج على الانفنتري، واخر نود ديت هتديك 15% لمدة 8 ثواني بمجرد انك تدوس زرار التشارج اللي هو السكيل رقم 1. حلو كده، كام؟ 35%. وركز عشان تعد معايا كويس، مش معاك 35%؟ طيب لو بصينا على السكيلة رقم 1 اللي هي بتدي تشارج او بتعمل تشارج يعني، فالسكيلة ديت لو انت عرفت تضربها صح وتخبط في الانمي، خد بالك بقى عشان دي غير اللي في الفيترنس 3. اللي في الفيترنس 3 15% هتاخدهم بمجرد انك تدوس تشارج، ولكن الباف بتاع سكيل اللي تشارج ذات نفسها بعيدا عن الفيترنس 3 لازم تخبط في الانمي بالسكلاية رقم 1 التانية. يعني مش هقول لك ازاي، بس انت بتدوس واحد مرتين، يعني رقم 1 بتداس مرة اللي هي التشارج هيجروا، وسط ما هما بيجروا لازم تظبط الزاوية او الديستانس المسافة عشان تدوس على السكلاية رقم 1 تاني، فالحصانة بتاعتك كلها هتنط في حجر الانمي. شايف الضربة دي اسمها امباشند، دي اللي بتدي 50% زيادة. طبعا لو انت عرفت تضرب السكيلة رقم 2 وقتلت معاك هيرو جميل، هتاخد 30% كمان، فانت كده معاك 35% من الفيترنس 3، 50 لما تجيب التشارج رقم 2، و30 لو انت عرفت تموت هيرو بالسكيلة رقم 2. انا بأكد عليك التفاصيل دي عشان دي مهمة جدا. طبعا نكتفي بكده ابسولوتلي، خش على الماستري بتاعتهم. بالنسبة للماستري انت معاك 5% 5 مرات ستاك على كل ضربة، بس جيس وات، اليونت دي السكيلة رقم 2 بتاعتها والسكيلة رقم 1 بتطلع اي وي دامج او اريا دامج، بمعنى ان كل حصان بيهبد على الارض بيطلع دامج على كل اللي حواليه، فسهل جدا 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 انك تستك باسيف زي دوت. ده لمعلوماتك يعني. وبالنسبة للسكيلة الاخيرة اللي هي او الباسيف الاخير اللي هو الكونكاكس ده، لو انت مش فاهمه يعني، فدوت بيعمل لك يا سيد الفاضل ان انت لما بتنط على اليونت بتلاقي اليونت واقفه في مكانها اكنك كسرت لها البلوك بالظبط لمده ثانيه ونص كده. طبعا لو جمعنا الدمج كله وزودنا عليه ال 25% بتاعه الماستري، ده هيديك حوالي 140% دمج زياده. انت متخيل الرقم؟ طبعا انا مدرك ان اليونت ديت اصلا البيز اتاك بتاعها ضعيف، البيز اتاك بتاعها حوالي 1300 او 1400 بلانت دمج، فعمرهم ما هيطلعوا ارقام متخلفه زي ما انت متوقع، ولكن البفات كويسة لأن مفيش أصلا يونيتات عندها بلانت ديفنس، فأنت تقريبا بتطلع دمج ثابت حوالي من 2000 ل 6000 8000 لو أنت كريتيكالك حلو أوي يعني على اليونيت، ده رقم ثابت ما بيتغيرش. هنا طبعا أنا بحاول أعلمك إزاي تظبط المسافة، لو خدت بالك من النطة اللي هو إيه، أنا عايز لما أنط أعمل حسابي على مسافة 5 سنتي على الشاشة كده أهو، إن أنا هنط في حجر الإنمي. ليه؟ عشان ما أضيعش وقت، لأن خد بالك التشارج بتديك 50% بس لمدة 4 ثواني ونص بس، ده بعد ما تخبط في الانمي. يعني انت عايز تخبط في الانمي وتضرب السكيلة رقم 2 بسرعة جدا. طيب تعال هنا بقى نتكلم عن الديفنسيف كابابيلتي بتاعت اليونت. بالنسبة للديفنسيف كابابيلتي بتاعت اليونت، اول حاجة هي الباسيف اللي فوق دوت اللي هو في التريت اللي هو بيديهم ديفنس وموفمنت سبيد، بيبان معاك امتى؟ بتلاقي كده حاجة بيضة بتلف حوالين اليونت. حلو، الحاجة البيضة ديت بتلف حواليهم في حالتين، لما هم يضربوا، لما هم يتضربوا، ولما تدوس السكيلة رقم 2 بيتعمل لها ريفرش وتشتغل معاك تاني. طبعا هنا انا بشرح لك ميس كونسبشن مهم جدا جدا جدا، ان انت لو دوست 2 اللي مكتوب قدامك ان اليونت بيجي لها ديفنس بوست 20% وبتاخد ثانية سي سي اميونيتي، الناس متخيلة ان هي ثانية واحدة، لا هي مش ثانية واحدة خالص. انت كل مرة هتسيب يعني انت دوست 2، كل مرة الحصان هيخبط برجليه على الارض هياخد ثانية سي سي اميونيتي، عشان كده اليونت دي تقريبا اميون تو سي سي. وهتلاقي لقطة كده في اخر الفيديو ما تفوتهاش، فيها بول اكس بيحاول يضرب كل حاجة عنده عشان يوقف الحصانة وهي ولا اتهزت ولا اتأثرت بالسي سي. هنا بننتقل للدوكترينز. طبعا انا مدرك ان انت اول لما شفت الدوكترين اتخضيت وقلت ايه الدوكترينز الغريبه دي، تجيبها منين؟ اقول لك بتنزل عادي، بس انت محتاج بس تستنى عليها شويه لان هي بتنزل في السبيشال دوكترينز فوق على الشمال.
فانت استناها شهر ولا حاجه هتلاقيها نزلت، اسحب عليها بقى بكل اللي معاك ان شاء الله تطلع. ولكن الديفاستيشن دكتورين مش مهم قوي لسبب بسيط جدا، ان هي بتستاك كل 6 ثواني، وانت غالبا مش هتقعد في الفايت اكتر من 10 ل 12 ثانيه، عمرك ما هتفول ستاك الديفاستيشن دكتور. ولكن الكومبات دكتورين اللي فوق ديت اسينشال جدا بالنسبه لليونت، اسينشال اسينشال جدا بالنسبه لليونت. مش هقول لك ما تلعبش باليونت لو مش معاك الدكتورين، ولكن هي حلوه قوي لانها بتهيل اليونت وبتخليهم يطلعوا دمج اعلى وبتديهم سي سي اميونيتي زياده، ده فوق البيعه بس هو ملوش لازمه قوي، يعني اللي هو بعد ما انت تخلص سكيلاتك غالبا السي سي اميونيتي بتاع الدكتورين دي بيشتغل، فيديك ثانيتين ونص كمان سي سي اميونيتي بحيث ان انت ايه تحاول تطلع باليونت فتجيب كول داون وتخش تاني. الحاجة المميزة الأخيرة هنا في الدكتورينز واللي أنا عايزك تاخد بالك منها، إن أنا حاطط سلاشنج ديفنس ب 125، ده تير 5. قول لي ليه حطيته؟ هقولك عشان أكاونتر معظم الميتا يونتس اللي هم مين؟ ووي وريبرز وسالادرز والناس الحلوة دي. طبعا أنا مش بقولك إن أنت اليونت هتكاونترها، يعني أنت مش هتعرف تكاونتر اليونتات دي بالسباي كده حفل لوحدهم، انت ستيل محتاج مثلا تخش دخلة عنيفة زي ما هتشوف في الفيديو، اللي هو انا دخلت ظبطت كل بفاضي فخلاص انا معايا 140 ولا 115 ولا 130 ايا يكن الرقم من البفاض يعني، فتقوب ليد ريت اليونت اللي قدامك او معاك اي يونت تانية بتساعدك. عندك مثلا نقطة زي ديت، انا كنت داخل بالسباهي في امان الله لقيت الكريكز برودرز في وشي، اسيبهم ابسولوتلي، دخلت فيهم عادي تشارج في تشارج. النقطة هنا بقى ان انت ايه، انا مدرك الاوت كام بتاع الباتل، لان الكريكز برودرز انا لعبت بيهم كتير جدا وهم بيعتمدوا على البلوك، فالسباهي بيكسر البلوك بتاعهم بضربة واحدة، فلما تكسر البلوك بتاع الكريكز برودرز هم طول ما هم بيفايتوك مش هيعرفوا يرجعوا البلوك دوت، ولو البلوك ده مرجعش ما لهمش كول داون ريدكشن، ولو ما لهمش كول داون ريدكشن فهم قاعدين بطة بلدي هيهيلوا مرتين ثلاثة أربعة في الفايت وخلاص ماتوا. ده اللي كنت بقول لك عليه بقى. هنا هتلاقي الكليبايه ديت انا دخلت على السلادرز حرفيا ظبطت التشارج الاخيره اهي، بعد كده ضربت الاسكلايه رقم 2 بعدها على طول مفيش تفكير، الواد اتهرس يعني، حتى انت واخد بالك من الكاف اللي دخل ده، بس هو دخل متاخر، انا كنت اوريدي جبت ال 25 كليه بتوع السلادرز كلهم ماتوا قبل ما الشخص دوت يجي يخش بالكاف بتاعه يساعدني يعني. طبعا يعني الناس ممكن تستغرب ليه انا كنت عنيف معاه او شتمته في الفيديو، ولكن كان السبب بسيط جدا وهو ان هو بيلعب بالسلادرز غلط. ماشي، طب بيلعب بالسلادرز غلط ازاي؟ السلادرز في كل فيديوهاتي هتلاقيني دايما بقول لك لما تحارب كافري بالسلادرز ما تضربش الاسكيلية رقم واحد، الاسكيلية رقم واحد بالسلادرز قدام اي حصنة ملهاش لازمة. جميل، وهو ضرب الاسكيلية رقم واحد، عشان كده قلت له يو ار نوت وردي. طبعا لو انت مش عايز تتعامل ازاي، فالمفروض ان السلادرز قدام اي كافري بيبداوا بالاسكاليه رقم 2. ليه؟ لان هي بتطلع بلانت دامج وبتهبط في الارض وبتوقف الحصان اللي قدامك وبتخليهم يصهللوا كده، فبتديك فرصه اكبر بكتير ان انت تعرف تتعامل قدام الحصان. حتى لو انت عايز تضرب الاسكاليتين ورا بعض مفيش مشاكل، ابدا بالاسكاليه رقم واحد، سوري الاسكاليه رقم 2، وقف الحصانه بعد كده اضرب الاسكاليه رقم 1. دوت حاول يضرب السباي بتوعي بالسكلات اللي بتدي سي سي والالت، يعني هو ضرب الحصان الت على امل ان هو يوقفهم فيقدر يتعامل بالسانز اوف فينر اللي كانوا معاه، ولكن طبعا ده ما لوش لازمه، ما اليونت دي ما لا تخضع لقوانين السي سي المعتاده، هي طول ما عندها سكلات انت مش هتعرف توقفها خلاص، يا تموتها يا تضرب وانت ساكت. طبعا برضو اخر معلومه احب اقولها لك، ان الحصانه دي في النطه بتاعتها بتاخد مالتبلايد دامج لو خبطت في رماح، فاوعى اوعى 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 تعمل الاسكلال تشارج وفي رماح موجوده حتى لو من بعيد، لو من بعيد كده حاسسوا عليك وانت قمت عامل التشارج النطه دي في حجرهم حسنتك ماتت بضربه واحده ايا تكون الرماح اللي موجوده.